بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الـ susceptibility، الحساسية بتاعة البكتيريا للأنتيبيوتيك، أو بنقول عليها الميكروبيال susceptibility to الأنتيبيوتيك. فيلا نبدأ. بسم الله. مبدئيا عايزين نتعرف يعني ايه susceptibility، يعني ايه microbial susceptibility، الحساسية بتاعة الميكروبات، او ساعات يقولوا عليها sensitivity. يبقى الميكروبيال susceptibility او الميكروبيال sensitivity معناها الحساسية بتاعة الميكروبات او البكتيريا to antimicrobial agent او to antibiotic. يعني هل هي حساسة للانتيبيوتيك والانتيبيوتيك ده بيأثر عليها وبيقتلها ولا لا؟ ده معنى البكتيريال susceptibility او البكتيريال sensitivity to الانتيبيوتيك. فبيقول لك ان المايكرو اورجانيزمز، كل المايكرو اورجانيزمات بتفاري ان ذير susceptibility او ان ذير sensitivity تو ديفرنت كيموثيرابيوتيك ايجنت. يعني المايكرو اورجانيزم ككلها بتختلف في قدرتها على السنسيتيفيتي، او بتختلف في susceptibility والسنسيتيفيتي، الحساسيه بتاعتها للمضادات الحيويه المختلفه. و السسبتبيليتي كمان الواحده، يعني مثلا لو نوع واحد بقى حساس كمان لانتيبيوتيك معين، او نوع من البكتيريا، خلينا نقول مثلا في نوع من البكتيريا اسمه ايه حساس للبنسلين مثلا، ده كمان السسبتبيليتي بتاعته دي او الحساسيه بتاعته كانت تشينج اوفر التايب. يعني ممكن يبقى النوع ايه من البكتيريا ده النهارده حساس للبنسلين، بكره ياخد ريزيستنس ليها ويبقى مش حساس. اذا حتى السسبتبيليتي او السنسيتيفيتي بتاعه الميكروبات دي او البكتيريا دي بتتشينج اوفر التايم. وبالتالي ان ذا ابروبريت انتيبيوتيك، المضاد الحيوي المناسب عشان يعالج اي سبيسيفيك او بارتيكولار انفيكشن بسبب بكتيريا مثلا، should be determined in vitro before any antibiotic is given. يعني ايه؟ يعني انا قبل ما اعالج اي بكتيريا الانفكشن، لازم اجيب المضادات الحيويه ديتي، واجيب البكتيريا دي واعمل لها حاجه اسمها كلتشر، واشوف السسبتبيلتي، الحساسيه بتاعتها الاول في الفيترو. فيترو يعني في المعمل، عن طريق الايه زراعتها على طبق وكده. ازاي الكلام ده بيحصل؟ يعني انا بجيب مثلا، جه واحد مريض، المريض ده عنده بكتيريال انفكشن، عنده بكتيريال انفكشن في مكان معين، ببدا اخد سامبل او باخد عينه من البيشنت ده واوديها المعمل يبدا يعملها كلتشر. يعني ايه بيعملها كلتشر؟ يعني زراعه، يعني يجيب طبق زي كده ويبدا يفرد عليه البكتيريا ويحط عليها الحاجات اللي هتتغذى بيها البكتيريا ويسيب البكتيريا تنمو. بعد ما البكتيريا ما تنمو، بيبدا يعرف نوع البكتيريا دي، بتكبر بقى، وعن طريق حاجات معمليه كده بيعرف نوع البكتيريا. يبقى كده اول واحد المطلوب من المعمل ان هو يعرف نوع البكتيريا. تاني حاجة عايز يعرف السسبتبيليتي بتاعتها، عايز يعرف حساسيتها او سنسيتيفيتي للمضادات الحيوية. فيبدأ يروح جايب الطبق ويرص عليه مضادات حيوية، دي اقراص او ديسك كده من المضادات الحيوية، ده ديسك من نوع من المضاد الحيوي، وده نوع تاني من المضادات الحيوية، وده نوع تالت، وده نوع رابع، وده نوع خامس، وده سادس، وده سابع، وده تامن. بيجيب انواع مختلفة من المضادات الحيوية او من اقراص المضادات الحيوية اللي بيقولوا عليها الديسكس، بيحط ديسك كده داير ما يدور على الطبق ده، ويبدأ يشوف بعد كده الحساسية. طب بيعرف يعني ايه ان البكتيريا حساسه مثلا للنوع المضاد الحيوي ده اكتر من النوع ده او اكتر من النوع ده؟ بيعرف ازاي؟ قالك عن طريق الجزء اللي ميت، عن طريق الجزء اللي باهت حواليه ده، ان المضاد الحيوي اول ما انت حطيته هنا قتل الميكروبات اللي حواليه، لذلك هتلاقي ان هنا باهت، هنا مفيش ميكروبات ناميه. طب هنا هو هنا قتل شويه بس مش كتير زي ده، يعني ده بيأثر عليها اكتر. يعني البكتيريا عندها هي سنسيتيف او سسبتبل، يعني حساسه للنوع ده من المضاد الحيوي اكتر، لانه ايه اكتر واحد عامل او قاتل دايره حواليه من المضاد من البكتيريا ومش مخليها تنمو حواليه. طب ده قال لك ده برضه هنا بيقتل، بس بيقتل جزء منها، ودي برضه بيقتل جزء بس جزء بسيط يعني منها برضه، وده هنا هتبقى حساسه برضه لده وبيقتل جزء بسيط. طب دي لا، ده دي البكتيريا كلها نامت فوقيها وتحتيها، ويعني مش حساس خالص. يعني ايه؟ يعني البكتيريا از ريزيستنت، مقاومه للنوع ده من المضاد الحيوي. يعني الراجل اللي احنا خدنا منه السامبل ده واللي عنده الانفكشن ده، لو ادينا له النوع ده من المضاد الحيوي وقعد ياخده 100 سنه، مش هيأثر ومش هيتعالج وهيفضل زي ما هو. طب النوع ده قال لك النوع ده برضه بيعالج شويه وبيقتل منه. طب النوع ده برضه يعني ممكن تقول عليه سينس، يعني ايه ريزيستنت؟ بسيط، حاجات بسيطه الايه اللي قتلها بسيطه قوي قوي. طب وده هكذا. اذا لما اجي انا اختار، بختار افضل واحد يقتل او اكتر واحد قتل بكتيريا اللي هو هيعتبر ده. فبتبدا اما بتيجي تاخد الريزلت او النتائج من المعمل اللي عمل الكالتشر، المعمل بيقول لك والله ده نوع البكتيريا اللي عند الراجل ده واللي مسبب له المرض النوع مثلا ايه.
والمضاد الحيوي والمرجح ليها والافضل هو المضاد الحيوي ده. بيبدا يرص لك بقى المضاد الحيوي ده ويقول لك بعد من بعديه المضاد الحيوي ده ومن بعديه المضاد الحيوي ده ومن بعديه المضاد الحيوي ده وهكذا، يبدا يرصه ويقول لك هو ريزيستنت للنوع ده والنوع ده، يعني ما تديلوش انت كطبيب ما تديلوش لا النوع ده ولا النوع ده ابدا. طيب ايه افضل نوع يا عم اديهوله؟ يقول لك افضل نوع ده. طب انت لو لقيت النوع ده مثلا غالي والمريض مش هيقدر يشتريه، او النوع ده مش موجود او اي ظروف، قال لك بعديه ممكن تاخد النوع ده او ممكن تاخد النوع ده او ممكن تاخد النوع ده او ممكن تاخد النوع ده. فاهمني؟ يبقى ده معنى susceptibility، ده معنى الميكروبيال susceptibility او البكتيريال susceptibility، susceptibility بتاعتها والسنسيتيفيتي بتاعتها للمضاد الحيوي، هي سنسيتيف ولا لا؟ طب احنا بنعرف ازاي؟ ان احنا بناخد سامبل ونعمل كالتشر ونشوف نوع البكتيريا اللي عامله له الانفكشن والسسبتبيلتي بتاعتها. يبقى ده معنى ان المايكرو اورجانيزمز بتفيري، يعني بتختلف ان ذير susceptibility في الديفرنت للديفرنت انتيبيوتكس، والسسبتبيلتي او السنسيتيفيتي كمان بتتغير مع الوقت. يعني البكتيريا اللي النهارده بتبقى حساسه لنوع من لنوع معين من المضاد الحيوي، ممكن بكره تجي لها ريزيستنت ضد هذا النوع من المضاد الحيوي، وبكره ما تبقاش ريزيستنت ليه، لا وما تقدرش وما يقدرش المضاد الحيوي اللي كان بيعالجك امبارح ما يقدرش يعالجك النهارده بسبب ايه؟ بسبب السسبتبيلتي تشينجز او بسبب الريزيستنت. وبالتالي الابروبريت انتيبيوتيك المضاد الحيوي المناسب عشان اقدر اعالج اي بارتيكولر انفكشن او اي بكتيريال انفكشن، لازم الاول اعمل له تحديد في الفيترو او في المعمل قبل ما اديله اي انتي بيوتيك واكتبه له. يبقى ده الاصح، ان اي حد يجي لك ببكتيريال انفكشن تاخد منه عينه الاول وبعد كده توديها المعمل بيعمل لك كلشر ويعرف لك نوع البكتيريا ويعرف لك كمان هي سنسيتيف او سسبتبل اكتر لاني نوع من المضادات الحيويه، ويقترح لك المضادات الحيويه بالترتيب كده، اول واحد ده بيقتل اكتر، بعد كده اللي بعديه، بعد كده اللي بعديه، بعد كده اللي بعديه، بحيث ان انت لو مش قادر تجيب اول واحد فعندك برضو ايه بدائل تانية متوفرة امامك تقدر تختار منها. ده كان اول حاجة، يعني ايه susceptibility، يعني ايه بكتيريا susceptibility، ويعني ايه المضاد الحيوي، ان البكتيريا دي حساسة للمضاد الحيوي ده او مش حساسة ومقاومة للمضاد الحيوي ده. طيب نيجي بعد كده في اتنين ديفينيشن لازم تعرفهم كويس جدا، هما حاجه اسمها المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن، اختصارها الام اي سي. الام اي سي هي اختصار للمينيمال انهبيتوري كونسنتريشن، يعني التركيز، اقل تركيز بيعمل انهبيشن للبكتيريا، ده من اسمه كده. يعني لما تيجي تقول الديفينيشن بتاع الام اي سي او المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن بتقول it is the lowest concentration، ده اقل تركيز of an antibiotic that prevent the growth of an organism، يعني ده اقل تركيز من مضاد الحيوي معين ان هو يمنع او يهبط الجروث بتاع الاورجانيزم. يبقى من اسمه ام اي سي. يعني ايه يا عم الديفينيشن بتاع الام اي سي؟ قال لك الاول نشوف هو ايه اختصار الام اي سي، ده هو المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن. طب يبقى نقول ده مينيمال يعني the lowest concentration، lowest concentration of the antibiotic that prevent، اللي بيمنع او بينهبت من اسمها، اللي بيبريفنت او بينهبت الجروث of الان اورجانيزم، يعني اقل تركيز من المضاد الحيوي اللي بيمنع لنمو من الاورجانيزم بنقول عليه الام اي سي. يبقى لما تيجي تقول والله ده البنسلين ده، ايه هو الام اي سي بتاعه الاورجانيزم مثلا معين اسمه ايه؟ يعني ايه اقل كميه من البنسلين تمنع نمو الاورجانيزم او البكتيريا اللي اسمها ايه؟ ده بنسميها الام اي سي. يبقى الام اي سي بقى هو الاختصار للمينيمال انهبيتوري كونسنتريشن، وديت لوست كونسنتريشن، اقل تركيز من المضاد الحيوي يمنع اورجانيزم معين ان هو يحصل له جروث او يعمل له انهبيشن. يعني حاجه ثانيه اسمها البريك بوينت. يعني ايه البريك بوينت؟ قال لك ده دي هايست كونسنتريشن، ده اعلى كونسنتريشن من الانتي بايوتيك كان بي سيفلي اللي هو لازم يكون بامان achieved in the blood. يعني ايه؟ يعني انت حضرتك مثلا لما بتيجي تاخد مضاد حيوي، وخلينا نفترض ان البنسلين ده المضاد حيوي، قال لك ان البنسلين السيف او لما تيجي تاخده عشان يكون بشكل سيف وامن لازم تاخده مره واحده في اليوم، ده السيف، عشان كده قلنا السيفلي. فقال لك السيف انك تاخده مره واحده في اليوم، بعد ما تاخده بتاخد عينه من الدم وتشوف في الدم تركيزه قد ايه، تشوف في الدم تركيزه قد ايه، اعلى تركيز في الدم من المضاد الحيوي ده بنقول عليه البريك بوينت. يبقى البريك بوينت ايه هو؟ هو هايست كونسنتريشن، ده اعلى تركيز بتاع ايه؟ تركيز انتيبيوتيك اللي كان يكون سيفلي، يعني مش لازم يكون امن. يعني ايه امن؟ يعني مثلا البنسلين بيقول لك ان هو عشان يبقى امن لازم تاخده مره واحده في اليوم. مثلا مضاد حيوي تاني مثلا السيفالوسبورين، اي مضاد حيوي تاني يقول لك مثلا عشان يبقى امن لازم تاخده مثلا ايه 3 مرات في اليوم بعد الغداء، ما تجيش انت تاخده 7 مرات وتقيس التركيز بتاعه في الدم، لا ده انت لازم تاخده
سيفلي بشكل امن، اللي هو بيقول لك او السيفتي بتاعته الامانه بتاعته بتقول لك ان انت والله المفروض تاخده 3 ايام مثلا، 3 مرات في اليوم، فانت لازم تاخده 3 مرات في اليوم بس، يعني ايه بعد الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء مثلا. فانت في الحاله ديت تقدر تقيس التركيز بتاعه في الدم، واعلى تركيز في الدم بنسميها البريك بوينت. يعني ما تجيش مثلا ان السيفتي بتاع مضاد حيوي 3 مرات في اليوم وتيجي انت تاخده 10 مرات في اليوم وتقول لي انا هقيس اعلى تركيز ليه، ده مش صح. ان انا لما اجي اقول ده البريك بوينت بتاع المضاد الحيوي وده مثلا 7 7، يعني 7 ملي جرام لكل ملي لتر مثلا، فبقول ان البريك بوينت بتاعه هو الهايست كونسنتريشن، ده اعلى تركيز من المضاد الحيوي في الدم، بس ايه اللي هو بيأتشيفد في الدم، ولكن لازم يكون سيف ليه. يعني مش مثلا المضاد الحيوي زي ما قلنا الامان بتاعه ان هو ما يتاخدش اكتر من مره في اليوم مثلا، وانت تروح واخده 3 اقراص، او انت المفروض تاخد قرص في اليوم، السيفتي او الامان بتاعه انك تاخد قرص واحد بس في اليوم، انت تروح واخد 3 اقراص في اليوم ورا بعض وتقيس الايه. طب كويس، يبقى ده تعريف الـ MIC اللي هو أقل تركيز من المضاد الحيوي ويقدر يمنع نمو البكتيريا، والبريك بوينت بتاعه ده أعلى تركيز من المضاد الحيوي في الدم، بس لازم كان بي سيفلي اتشيفد في البلد. طب إيه العلاقة ما بين الـ MIC والبريك بوينت؟ الـ MIC اختصار اللي هي المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن، اختصارها الدولي أو اللي معروف الـ MIC. اما البريك بوينت مش اختصارها البي بي، ده دي افتكاسه من عندي انا كده، يعني البريك بوينت لا هي البريك بوينت ملهاش اختصار، الاختصار ده مش صحيح يعني، بس احنا عاملينه كده. فقال لك لما يكون الام اي سي بتاع مضاد حيوي لبكتيريا معينه، الام اي سي اقل او يساوي البي بي او البريك بوينت، يعني يكون اقل او يساوي البريك بوينت، بنبدا ان احنا نقول ان البكتيريا ديتي هي susceptible، يعني سنسيتيف، يعني حساسه للمضاد الحيوي ده. ازاي الكلام ده؟ هقول لك. يعني حضرتك مثلا انت عارف مضاد حيوي، في مضاد حيوي مثلا اسمه البنسلين، قال لك من السيفتي او من الامان بتاعه بيقول لك مثلا يعني ان الامان بتاعه انك تاخد منه 3 حبايات، او تاخد منه حبايه، خلينا نقول ايه ان الامان بتاعه تاخد منه حبايه. الحبايه ديتي هي 500 مللي جرام، خلينا نقول ان الحبايه بتاعت البنسلين اللي هو من السيفتي تاخدها 500 مللي جرام. اول ما تاخدها وتبدا تقيس اعلى تركيز في الدم اللي هو بتقيس البريك بوينت الهايست كونسنتريشن من المضاد الحيوي اللي هو البنسلين اللي انت خدته ده، فوجدت ان اعلى تركيز في الدم مثلا هو 5، يعني الارقام سهله، هو الحبايه كانت 500 مللي، اما قست البريك بوينت يعني الهايست كونسنتريشن في من المضاد الحيوي ده في البلاد لقيناه 5 مللي جرام بير الملي لتر مثلا. دي ارقام يعني ايه وهميه كده للفهم. يبقى وجدناه ان هو 5، يبقى وجدنا كده ان البريك بوينت 5، ولكن وجدنا ان الام اي سي يعني اقل تركيز عشان يقتل البكتيريا ديتي ومحتاج 10 مثلا، وانت عندك اساسا اعلى تركيز من المضاد الحيوي في جسمك هو 5، فده هيقتلها ازاي؟ مش هينفع. اذا يبقى الام اي سي هنا في الحاله الثانيه، هنا بيتكلم على الحاله الثانيه، الام اي سي اللي هي 10 محتاج 10 مللي جرام من كل ملي في كل مللي لتر من الدم عشان يقتل البكتيريا دي، ولكن انت في دمك او النوع ده ما حققش غير 5، لان انا السيفتي بتاعته بتقول لي تاخد قرص واحد، والقرص الواحد مثلا هو 500 مللي جرام، وانا لما خدت ال 500 مللي جرام وجيت قست البريك بوينت بتاعته لقيت ان البريك بوينت يعني الهايست كونسنتريشن من المضاد الحيوي في الدم ده لقيته 5، وانا والمينيمال انهبيتوري كونسنتريشن بتاعته 10، يعني عشان انا اقتل البكتيريا اللي موجود ديتي اقل تركيز يقتلها هو 10 مثلا، وانا عندي اعلى تركيز في الدم بتاعي 5، يبقى لما يكون التركيز بتاعي او البريك بوينت بتاعتي 5 وده 10، يعني معناه الام اي سي اكبر من البي بي معناه او من البريك بوينت، معناه كده ان انا مش هقدر اقتل البكتيريا، يبقى البكتيريا دي مش هتموت، يبقى معناه ان البكتيريا دي بتبقى ريزيستنت. طيب لو انا بقى جيت اخد ولقينا زي ما هو، لقينا ان البنسلين مثلا هو قرص واحد في اليوم، السيفتي بتقول ان هو قرص واحد في اليوم مثلا، وخدناه وهو كان 500 مللي جرام، وجينا نقيس البريك بوينت او الهايست كونسنتريشن من المضاد الحيوي ده في الدم، فوجدناه ان هو 5 مللي جرام برضه، وجينا نقيس الام اي سي، الام اي سي بتاعت البكتيريا دي لقيناها مثلا 1، قال لك اه يبقى هنقدر نقتلها، ما هو اقل تركيز يقتل البكتيريا ده 1، وانا عندي البريك بوينت بتاعتي 5، يعني في الدم موجود 5 مللي جرام لكل مللي لتر، وانا محتاج مللي واحد بس جرام عشان اقتل البكتيريا، اذا لما يكون ده اقل او يساوي البريك بوينت هنقدر نقتل البكتيريا، فالبكتيريا دي هنقول عليها ان هي susceptible او sensitive. يبقى الام اي سي ده اقل تركيز اقتل بيه البكتيريا. طب البريك بوينت ده التركيز المضاد الحيوي في الدم،
طيب لو انا عندي اقل تركيز دوتي او الام اي سي دي اقل او تساوي من البريك بوينت، يعني انا عندي الكميه اللي انا عايز اقتل بيها البكتيريا والله ده بتساوي البريك بوينت، يبقى البريك بوينت اللي هو موجود في الدم او التركيز بتاع الدم اه موجود، يعني اللي انا الكميه اللي انا محتاجها عشان اقتل البكتيريا اللي هي الام اي سي موجوده او كمان موجوده اكتر منها، فانا هقدر اقتلها. يبقى لما تبقى الام اي سي اقل او تساوي البريك بوينت يبقى انا هقدر اقتل البكتيريا، يبقى البكتيريا في الحاله دي هتبقى سسبتبل او حساسه او سنسيتيف. اما لو الام اي سي اكبر من البريك بوينت، يعني انا عندي التركيز بتاع اللي في الدم او تركيز المضاد الحيوي في الدم ده اساسا هو 5 بس، هو 5 ملي جرام، وانا عشان اقتل البكتيريا اقل تركيز محتاجه 10، اه لا يبقى الكلام ده مش هيحصل، يبقى البكتيريا بقى هنا هتبقى ريزيستنت، تبقى مقاومه، لان الكميه اللي هي محتاجاها عشان تتقتل بيها او اللي لازمها عشان قتلها اقل بكتير من اللي موجوده فعلا في الدم. فده معنى ان لما تبقى الام اي سي او المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن اقل او تساوي البريك بوينت، في الحاله دي بنقول على البكتيريا اللي موجوده ديت البكتيريا دي سسبتبل او سنسيتيف او حساسه وهقدر انا اقتلها بالايه بالمضاد الحيوي ده. اما لو كانت الام اي سي بتاعت البكتيريا يعني الكميه او التركيز اللي هتحتاجه البكتيريا عشان يقتلها ده اكبر اساسا من التركيز اللي موجود في الدم، طب وانا هجيب لها منين؟ مفيش الكلام ده. ففي الحاله دي هيكون البكتيريا ريزيستنت او مقاومه، مش هنقدر نقتل البكتيريا بالشكل ده. تعريف المينيمال انهبيتور كونسنتريشن او الام اي سي والبريك بوينت والعلاقه ما بين البريك بوينت والام اي سي، وشكرا.